هذا بعد بدعس ببيتك. الله لا يخليك. من بيت طول بالك؟ لك هذا بعد مع الطعن. أباي ما خابي طول بالك ما بصير. ما طعن أباي. ما شاء الله مثل السهل. ما جابت هالرشاقة في الهريبة كل غزال. أباي نورت الحي كله. عمي على السلامة. ساعدوني ساعدوني بالاغراض. شو بتعزمي يا عمي لشغل؟ شو بتكلفي حالك لشو يا ماما؟ كتر خيرك. يا كمان بطل. أباي طولي بالك يا عمي، دايما نزلت الشيء بك عم أهلك هلا بأصلي. طولي بالك زعلانة بدي صلحها دايما. مين ضرب مين بالجيب؟ جوزي ضرب جاره. يعني هيدا الضارب وهيدا المضروب؟ ايه صح. طيب المضروب غايب عن الوعي، فهمنا ليه؟ بس الضارب ليش غايب عن الوعي؟ ما إذا بتطلع بأمه للمضروب، بتعرف ليش الضارب غايب عن الوعي. ليك يا حكيم ليك، من هلا لنص ساعة إذا ابني ما بيوعى، رح خليكم كلكم بهالمستشفى تلقوا حده. هلا عرفت ليه. على كل حال، طمنكم إصابتهم طفيفة. ما في اي شيء خطر. وقف الدواعي حياتي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. في حياتي غيرك يا حياتي. قولي لي لا كنت عم بحلم. لا لا ما كنتش عم تحلم يا فادي. والله يساعدك ويعينك اذا وجهك ما بيوقع بهالتكه. امي فزت نجيب البارودي. ابري الله يرحمك الله يرحمك. الحمد لله على السلامة خيي. انا وين؟ بالمستشفى. انتو مين؟ انا مين؟ شو؟ وجيه وجيه يا ابني. مين هاي؟ وجيه خيي زبان. شو جابك هلا بكير؟ يا دلة هذا شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ هيدا اللي كنت خايف منه. من شو؟ من شو؟ الهيئة الضربة كانت قوية على راسه خلته يفقد ذاكرته. يفقد ذاكرته؟ روقوا يا جماعة روقوا. المريض ما بيسوى له الضجة، بده هدوء. امي فز بجيب البارودي. استر في لبيك على الضيعة وقل له وجيه فقد ذاكرته ونقلينه على البيت. يا عم طلعوا بيكم كل شيء ولا ابو وجيه. قوم يا فادي قوم فز. حط ايدك معي لننزله على السيارة. قوم. بتصور فادي صار بده مين ينزله علينا الفايقة.